روسيا علقت عمليات تفتيش الصواريخ النووية مع واشنطن، ماذا يعني هذا على مستوى التصعيد؟ بالفعل جمانة، موسكو بشكل رسمي أبلغت واشنطن التعليق المؤقت لعمل أو لتفتيش المنشآت العسكرية، خاصة ما تعلق بمنصات إطلاق الصواريخ الجوية والبحرية والبرية في إطار معاهدة ستارت 3، بسبب الرواية الروسية التي تقول بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا أثرت على عمل فرق التفتيش الروسية، وأعطت مجالا لعدم التكافؤ بين الطرفين الروسي والأمريكي في إطار تنفيذ معاهدة ستارت 3، خاصة ما تعلق منها بشق تفتيش المنشآت العسكرية المعنية بالصواريخ الاستراتيجية. موسكو تقول بأن هذا التعليق هو بشكل مؤقت حتى حل المشاكل التقنية ورفع العقوبات التي من شأنها كما يقول الجانب الروسي والتي تسببت بعرقلة عمل البعثات العسكرية، خاصة ما تعلق بمنح التأشيرات للبعثة العسكرية الروسية للمشاركة أو لمزاولة نشاطها المتمثل في مراقبة وتفتيش المنشآت العسكرية الأمريكية. هذا يعني أو التعليق الذي قامت به موسكو اليوم يطرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل ومصير معاهدة ستارت 3 الموقعة بين موسكو وواشنطن والتي تنتهي عام 2026. هذه المعاهدة التي مددت في آخر مرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و الأمريكي جو بايدن. في الآونة الأخيرة يكثر الحديث من الجانب الأمريكي بأن واشنطن مستعدة لاستئناف الحوار والمحادثات مع موسكو بخصوص تمديد هذه المعاهدة، معاهدة ستار 3، لكن اليوم المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن موسكو لم تتلقى أي إشارات رسمية أو إيجابية من الطرف الأمريكي حول تمديد هذه المعاهدة المهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة أيضا للجانب الروسي. معاهدة ستار 3 معروفة بأنها قلصت من عدد رؤوس الصواريخ النووية لكلا الطرفين وحددتها بنسبة 30%، أي لا يتجاوز عدد الصواريخ لدى روسيا أو لدى الولايات المتحدة 1500 رأس نووي.